اهلا وسهلا بجمانة. اهلا لينا. لنا فقد ما هيك؟ ايه لك فقدي والله، صرنا بنشتاق لكل شيء. والوحشت وحشتينا. ان شاء الله كل شيء منيح. ايه الحمد لله، يعني لبنان بدونك مش حلو لينا. حبيبتي تسلمي. تسلمي، شكرا. تسلم. جمانة اليوم بدنا نحكي مباشرة بالابراج لانه حتى ما نضيع الوقت، بس أكيد. قبل طمنيني منيح ولا ما منيح، وبدنا نقول للمشاهدين انه الاسبوع المقبل ما في حلقة، يلي بعدها رح يكون في عنا هيك سحبة حلقات ورا بعضها، فلحنات الأبراج فينا نقول على أسبوعين. أسبوعين إيه، أنا حضرت لأن هلا عرفت إنه الأسبوع الجاي ما فيه، فحضرت أنا جوا أسبوع تاني. أكيد مولود الحمل بيطلع عليها الأسبوع مفعم بالحيوية والنشاط عند مولود الحمل، لأنه عدة أعمال حتنعرض عليه، وما رح يحتار مولود الحمل بأي عمل بده يقوم، لأنه كل العروضات حتكون كتير منيحة، وحيكون وقته متوفر لهالعروضات، لأنه هو وقته حيكون كافي، ممكن مشروعين ممكن ثلاثة، وحيعمل عقدين، هلا بده يمضي عقدين كثير مهمين، هول لأصحاب العقود والصفقات. أما بالنسبة للوظيفة فكثير من مواليد الحمل حينالوا وظيفة هالأسبوع، وخاصة إنه هو نطر كثير، ولكن هالأسبوع بيطلع عليه أكيد بوظيفة أو بعمل جديد أو بمشروع جديد لكثير من الحمل. مولود الحمل بالأسبوع الجاي مبلغ من المال بده يحصل عليه إن شاء الله، مبلغ من المال ناطره وبده يحصل عليه ان شاء الله، وفي مساعدات ماليه من احد افراد عائلته لكثير من مواليد الحمل، ممكن البعض من عائلته، ممكن البعض الاخر يكون من تعويض او من شركه او من اشغاله القديمه. بالنسبه لمولود الثور، مؤامره عليها الاسبوع، مولود الثور عليه انه ياخذ حذره، مولود الثور من كل اللي عم يجري حوله، ما يعطي سره لحدا، ما يحكي قدام الاشخاص شو عم بيقوم باي خطوات عمليه، لانه الحسد عم يلفه هالاسبوع او راح يلفه هالاسبوع مولود مولود الثور. بالنسبة للأسبوع الجاي في سفر كثير لمواليد الثور وانتقال من بلد إلى بلد آخر. بالنسبة لمولود الجوزاء، مولود الجوزاء حيكون شوي تعبان نفسيا، ممكن كآبة تخيم عليه بسبب خبر بيسمعه ما بيلايمه لحدا من أفراد عائلته، أو ممكن هالخبر يكون له انفصاله عن عمل أو عن شراكة أو شركاء، وحيتركوه بعمل ما، ولكن حيحس بانه هو عم بيغرق، ولكن هو بافكاره الجديده وحيلاقي مين يسانده باخر الاسبوع، فحيكون عنده امل مثل ما بيقولوا، امل انه يكمل بمسيره اللي بدا فيه، او اذا حدا انفصل عنه ما حيهتم كثير باخر الاسبوع. اول اسبوع حيكون ملبك، يعني فينا نقول من بكره اللي بيشتغل بالدول العربيه او بيشتغلوا بالخليج مثلا ممكن يبلش من بكره هذا الشيء عنده، ولكن الاربعاء خميس ببلش الامور تتبلور نحو الاحسن، وفي هناك من يساندوا لمولود الجوزاء. الاسبوع الجاي في كثير من مواليد الجوزاء حيكون عندهم ارتباط ان شاء الله، وعم يتحضروا للسنه الجديده، مواليد الجوزاء حيستقبلوا سنه حلوه كثير، ممكن هيدي بقى بتطليعها هن حيكونوا مواليد الجوزاء لسنه 2019، بس السنه رح تبدا بشهر 11 نحن اللي حيجي ان شاء الله. والاسبوع الجاي يعني ما حكيت كثير عن الاسبوع الجاي لمولود الجوزاء، كمان البعض منهم حيكون عندهم مولود جديد، يعني بعد ارتباط، والبعض الاخر رح يكون عندهم بيدخل مولود جديد على عائلته. بالنسبه لمولود السرطان، مولود السرطان بقول له ما يعمل اي شيء غير مدروس، لانه غلطه الشاطر مليون حتكون لمولود السرطان، عليك انك تدرس كل خطواتك لانه خطواتك مهمه، وهناك كمان عمل شراكه بده يكون داخل ارضه وخارج ارضه، هذا المشروع حيكون من ارضه لخارج ارضه ان شاء الله. بالنسبه للسرطان الاسبوع اللي بعده حيكون بعده ملبك بافراد عائلته، حيكون مسؤول او مطلوب منه مسؤوليه لافراد عائلته، ووقته ما بي يعني وقته اللي هو قد ما عنده خطوات كثير بالعمل ما حيكون مسمح له انه يعطي الاهتمام الزائد او الاهتمام الكافي لعائلته، فانا بقول له لازم يعطي وقته لاهله او لعائلته، لانه كمان هن من اولويات حياته. بالنسبه لمولود الاسد، خطوات جديده عم يدرسها، تخطيطات جديده، كمان ممكن يكون هناك شراكه لمواليد الاسد، ممكن يكون عمل جديد او فكره جديده، وهالفكره بدها تتوسع ان شاء الله بالاسبوع الجاي، رح تتوسع هالفكره، يعني هيك بيطرح فكره هالاسبوع، الاسبوع اللي بعده حتتوسع، ولكن كل افكاره وكل اراءه الكل حيكون مصغى لمولود الاسد، لانه بنرجع بنقول مولود الاسد هو ملك الغابه، وحيكون هو ملك الابراج بهذا الاسبوع، وملك الابراج بالاسبوع الجاي، وملك الابراج بشهر 11 كله، لانه خطواته حتكون مهمه على صعيد العمل وعلى صعيد المال، مبلغ كمان من المال بيحصل عليه
مولود الأسد. بالنسبة لمولود العذراء كمان عم بتحضر لخطوة جديدة بحياته المستقبلية، عم ينظم حياته أكثر وعم ينظم أموره المادية، أموره العملية، أموره الشخصية حتى. بس في شغلة كتير حلوة عن مولود العذراء، ما حيخلي حدا بقى يتدخل بخصوصياته، لأنه فتح قدام ناس كتير مجالات إنه يتدخل بخصوصياته. هالأسبوع حيحط نقاط على الحروف، ما حيخلي حدا بقى يتدخل بخصوصياته. بالأسبوع اللي جاي مولود العذراء في عنده سفر، وبعدين أيضا في عنده ارتفاع عمل جديد، ممكن يكون داخل أرضه أو فتح مشروع أو فتح مكان عمل، بس هذا خاص فيه أكثر ما أنه شراكة أو حدا بده يشارك فيه. أنه مولود العذراء حكيت عنه قبل أنه ما بحب الشراكة مع حدا أو يشارك حدا، بحب دائما إذا قادر يعمل هالشغل بيعمله لوحده، وإذا مش قادر بيأجله لحتى يقوم لوحده لو أنه نعرض عليه شراكة. الميزان أصفار كتير لمولود الميزان، يعني ممكن الأسبوع هيدا يكون عنده سفرين، يعني ممكن مشوار يكون بطيارتين أكثر ببلدين فينا نقول، أو طيارتين. لمولود الميزان في أشياء قانونية بده يبلش يتحضر لها أو يبلش يكملها بالأحرى، لأنه وقف شوي كم شهر، هيدي تأجلت قضايا قانونية بده يبلش يكملها إن شاء الله. ولكن هو الكسبان بالأسبوع الجاي مولود الميزان، في أرقام بدي أعطيها ممكن يكسبها إن كان بالدول العربية أو بأي دول أجنبية كمان، ممكن يجرب هيدي الأرقام. رقم 1، رقم 11، رقم 13، رقم 23، رقم 29، إن شاء الله يكونوا يكتبوهم، بس أكيد بيرجع بيحضروا الحلقة أكيد بيحضروا. وهيدا هو الرقم 30، 37، 43 إذا ببلاد الأجنبية. في رقم بعطيه هون رقم 10 لرقم 70، هدول يجربهم مولود الميزان. بالنسبة لمولود العقرب عنده تفاؤل، عم يتفائل بالخير تجدوه. هو متفائل مولود العقرب، ولكن قال ايده على قلبه اذا هالشغلة بتزبط ما بتزبط، لكن اعماله وخطواته بدي صح بينتهي صح، وبيمشي خطواته كلها ايجابيه ان شاء الله. بس بتقول لمولود العقرب خليه دائما يتداخل ويكون هيدا الاسبوع ايجابي، لانه اللي ناطره بده يحصل عليه، بس المهم هو يتفاعل بايجابياته مع الشيء اللي قام فيه، لانه بده ينال اشيائه على احسن ما يرام. على الصعيد العائلي الاسبوع الجاي في فرح عند مولود العقرب ببيته، ممكن يكون خطوبه، ممكن يكون زواج، ممكن يكون مولود، ممكن يكون نجاح لاحد ابنائه، ممكن يكون شخص من برا راجع لعائلته من مواليد العقرب. مولود القوس بعد المفاجآت المالية، صيت حلو بده يطلع عليه، هو عم تتسلط عليه الأضواء لمولود القوس. مفاجآت أيضا على الصعيد العائلي، ممكن يكون هناك يحصل على ميراث، وهالميراث وقف سنين طويلة، وهالإجت الآن الأوان أنه يحصل عليها الأسبوع. بالأسبوع اللي جاي مولود القوس كمان في كثير لمولود القوس سفر وإنجازات أعمال خارج أرضه أكثر ما هي داخل أرضه. يعني نقول لمولود القوس يمكن يبلش يحضر طيارة خاصة، لأنه سفراته كثير بدها تكون بال 2019. هو كمان من مواليد اللي كمان بالطليعة 2019 بالسفرات، يعني على كل مولود لينا ممكن ياخذ يعني لون معين بالأبرق بحياته او بال 2019. يعني في منهم على سفر، في منهم على مال، في منهم على انجازات اعمال جديده. بالنسبه لمولود الجدي حامل هم بعده، ما بعرف ليش دائما حامل هم مولود الجدي، ودائما بيسال عن حياته الماديه. انا بقول له لمولود الجدي في يعني في له ابطين او في مبلغين بده يحصل عليه هالاسبوع، اول اسبوع في مبلغ واخر اسبوع ممكن يكمل هالمبلغ او مبلغ اخر. فانا بقول اسبوع مالي لمولود الجد، فما ما يحمل هم ابدا اوضاعه الماديه. بالاسبوع الجاي مولود الجدي حيكون شوي بحيره بين قلبه وعقله، بيختار بقلبه ولا بيختار بعقله. فانا بقول له دائما لمولود الجدي يختار بقلبه، لانه اذا ما اخذ عن حب ما بيكمل حياته العاطفيه. هلا شو ما كانت هي حياته، ما ضروري زواج او خطوبه، يمكن يكون اختيار شريك له او صديق او حبيب، بس انه يعرف يختار. ممكن يكون ان شاء الله تزوج له لمولود الجدي. اللي مش مزوج، اللي مش مزوج، اللي مزوج ممكن يحب مره ثانيه، او ممكن يحب حياته العائليه او العاطفيه، او يتقرب للحبيب، كان امراه او رجل يتقرب للزوج او الزوجه. يعني في تغيير بحياته العاطفيه، بس اكيد مش راح يختار بقلبه بس انه شريك حياته، لا، هي كمان بعقله، لانه اللي مزوج لازم يفكر بعقله اكثر ما يفكر بقلبه. بالنسبه لمولود الدلو بعد المال، تعويضات ماليه بعد المال القديم بيرجع له، يعني في له كمان البعض منه حيكون نوع على عقارات، يمكن بلشوا يشتغلوا بالعقارات. اللي بحب من مواليد الدلو يشتغل بالعقارات، فالارباح حتكون طائله هالاسبوع او من هالاسبوع للاسابيع الاربعه اللي جايين،
اللي عم يشتغلوا بالعقارات، لانه اشياء جديده حتدخل على حياته العمليه. ما بدي اقول له جرب، بس بقول له يطلع فيها لانه حيكسب فيها ان شاء الله. حياته صحيا، حياته الصحيه حتكون مهمه لمولود الدلو بالاسبوع الجاي، وفحوصات بقوم فيها وفحوصاته على احسن ما يرام ان شاء الله، لانه هو بيقلق شوي من اوضاعه الصحيه، يعني عنده دائما التفكير بوضعه الصحي. فبقول له لمولود الحوت اخيرا، هو مواليد الحوت اللي بيختم الابراج كلها، اموره جيده على احسن مرام، خاصه حياته على الصعيد المالي وضعه حيكون ممتاز هالاسبوع. في بيع عقار، يعني هون مولود الدلو لانه هن عقم الصادره والوارده، بس يكونوا على شمال جنوب الفلك، فاثنيناتهم لانه مجتمعين مع بعضهم، فمشان هيك الدلو حيكون بالعقارات يشتغل، الحوت حيبيع العقارات اللي عنده ان شاء الله، وفي مفاجآت ماليه لانه ممكن يكسب من وراء هيدا البيع اللي هو بتخصه. وبعد مواليد الحوت هالاسبوع ايضا بيستقبل ناس من خارج ارضه، صاروا سنين ما شافهم، وهيدا بده يدخل عليه الفرح. بالنسبه لمولود الحوت باخر اسبوع حيكون بعد المفاجآت كمان العائليه، وبعد المفاجآت العمليه، لانه هون حيكون عنده عمل جديد وسفر لبرا، ان شاء الله يكونوا لحقوا عليه. لا بلحقوا، متحف ملحقين وبسجلوا وبعيدوا وكل شيء. فالاسبوع الجاي حيكون عنده اشياء جديده بحياته العمليه، خطوات جديده ان شاء الله، وشراكه جديده لكثير من مواليد الحوت. إن شاء الله.